بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية، طالع بالي ضم زهرة وقلب وأقدمن للعيد عيدي. انت كشخص كيف بتعيدي؟ يا ترى على الانترنت ولا بتروحي بتعيدي اهلك واحبابك يعني بالبيت؟ لا والله اهلي بعيدين وما عندي انترنت، كمان ما بشتغل على الانترنت. كيف بتتواصلي معهم بتعيدوهم؟ يعني هيك تليفونات اتصالات. ما عاد في هالتواصل هلا، كله على النت، المعايدات على النت والموبايلات وخالصين، ما في غيرها. يعني هلا انت عم بتعيدي على التليفونات، ما عم تشوفيهم؟ اكيد عن بعيد، اكيد على الواتس، انه بنحكي معهم من عايدهم وهيك. يعني الطريقه اللي حتتواصلي فيها بالعيد معهم على الواتس؟ ايه وهيك بعايدهم. كتير صعبة، خاصة انه بتروحي بتعيدي الواحد يا رسالة يا بتعيدي تليفون يا بتعيدي، اكيد خفت هيدي النشر. شو قد ايه كان له اثر وتضاد بانعدام اللحمة الاسرية مثلا؟ هي لها كتير كتير اثر، وبس تحسيتي انه انت فورا دخلتي بهذا الجو، ما كان لك قرار انك تقرري انه انت بدك تضلي مثل ما كنتي تحكيهم وتعايديهم، ولا بدك ترجعي مثل ما انت كنتي تزوريهم. فا ايه خفت هالشي، بس ان شاء الله كل واحد بيقدر من حاله يرجع هالشي. هي هلا بيبعثوا لك ها دغري على الواتساب، بيبعثوا لك معايده وهيدا العيد صار. وضوي وزيني بسحره تغويني، وضوي وزيني بسحره تغويني. بتعيد هلا رفقاتك واهلك قرايبينك؟ يعني اللي فيني شوفه بشوفه، اللي فيني هي على الفيسبوك وعلى هالقصص هي. اهلك هذا الشيء ملغى الترابط الاسري واللحمه الاسريه بين الناس؟ نوعا ما اكيد، يعني غير كثير عادات وتقاليد للبني ادم، يعني ما عاد الواحد بيقلل مروه، ما عاد احيانا بيطلع بشوف اهله بشوف قرايبينه، بيكتفي بالانترنت بالمسج. في ناس كمان ما لازم تعايدوا الا بالبيت بزياره، مثلا هلا الاهل بتعايديهم بالبيت، اقارب بدك تعايديهم بالزياره على بيتهم على كذا. ايه بس في لنا اصدقاء وفي لنا عساكر وفي لنا شيء بدرعا وشيء بحلب وشيء التواصل الاجتماعي اغلب، يعني فيس كذا هيك. طيب التواصل الاجتماعي لغى اللحمه الاسريه والترابط؟ هلا بصراحه ايه، هلا بكون قاعد بغرفتي مثلا فوق بدي من الماما مثلا شغلي، ما بنزل لعنده بحكي، بحس مع الدقة عم شوفها مثل الأول، بحكيها على الواتس أو بدق لها تليفون.